متابعينا الكرام أهلا وسهلا فيكم. نحن اليوم وأنا اليوم في معرض العناية للممرضات إلى آخره، يعني في معلومات للناس اللي بدهم يجوا إلى ألمانيا من شان يشتغلوا بألمانيا. نحن مع شركة فليجستو. مرحبا. هلو. Guten Tag. هلو. هلو. هذا صديقي غويرمو، بعرفه من زمان والله. حبيبي. إيه حبيبي والله. إيه. وهن يعني الشركة، مثلا في ناس في مثلا في بوغوتا بدهم يشتغلوا بألمانيا، شو بيعملوا؟ بيعملوا تدريب لغة في بلدهم، يتعلموا أقل شيء البي 1 وبيجوا لألمانيا مشان يشتغلوا بالعناية، يعني بالمشفى أو بالبيت للمسنين هيك. وبدي حط تحت كله تمام. Alles klar. Alles klar. بدي حط تحت عنوان الشركة اللي يكون عنده اهتمام، يعني ممكن يراسل شركة من أي بلد ويقول أنا بدي أشتغل بألمانيا، أنا ممرض أو هيك شيء. وبعدين يعني براس الشركة بعدين يتعلم اللغة الألمانية بتفاي، يكون أفضل شيء أو البيعين أقل شيء، وإن شاء الله بعدين يشتغل ويكون عنده شغل كويس. نعم إن شاء الله هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لكم. شكرا كثير للمتابعة. إلى اللقاء. تشيس. تشيس.